اكشن. ابنك عمل لي فيها كارت ارهاب، بعت صحابه عشان يضربوا اخويا الصغير. امجد معايا من الصبح يا حبيبتي، احتمال بقى اصحابه بيحاولوا انهم ياخدوا بتار صاحب. حلو حلو، كملي جدا، بالعكس ده شكلك قلقانه. حلو، يمكن محموقين بس شويه على صاحبه. عموما كل ده بسبب اللي انت عملتيه، وانت فاهمه كويس قوي ان اللي عملتيه كتير كتير قوي كمان. لا، هو اللي عمل كتير هو ابنك. هايل 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 هايل، برافو. تعال نجرب كانك انت بتكذبي عليها وبتبتزيها، خلاص، وتعالى نجرب كانك انت متاثره جدا، بتصدق مصدقه الكلام ده جدا، يعني حتى لما بتردي عليها انت بتردي عليها بس انت من جوه مصدقه ومتاثره ان ابنك عمل كده. هو الفكره انك بتحاول تغير التوجيه اللي بتقوله علشان تكتشف هم طيعين ومرنين، هيعرفوا يغيروا ادائهم ولا لا. ايوه يا حبيبتي، خير خير ان شاء الله. ابنك عامل لي فيها كارت ارهاب، بعت صحابه يتخانقوا مع اخويا الصغير ويضربوه. روزانا، امجد معايا من الصبح، احتمال بس اصحابه حابين انهم ياخدوا بحق صاحبهم وعلشان كده عملوا كل ده. عموما اكيد كل اللي بيحصل ده بسبب اللي انت عملتيه برضو. انت ما عملتيش شويه، انت اللي عملتيه كتير يا روزانا. لا، هو اللي عمل كتير قوي هو ابنك.